تزداد التكهنات حول الدور الذي يلعبه الناخبون العرب في حسم نتائج هذه الانتخابات. ورغم محدودية تأثير هذا الدور تاريخياً، إلا أن الانتخابات السابقة أظهرت الدور الكبير الذي لعبه العرب والمسلمون في حسم ولاية ميشيغان المتأرجحة لصالح بايدن. ومعها تنامت التساؤلات حول ما مدى إمكانية تكرار ذلك في انتخابات 2024. أعتقد أن نسبة من العرب الأمريكيين ستفعل ذلك، وهؤلاء كانوا يتجهوا نحو الديمقراطيين سابقا، ولكن المواقف التي تبنتها إدارة الرئيس بايدن كان أزعجت وأغضبت الكثيرين منهم، ولذلك أعتقد أن نسبة لا يستهان بها قد تحول أنظارها عن الديمقراطيين وتتجه نحو الجمهوريين. هل هم الأغلبية؟ أعتقد أنه لا يزال من المبكر معرفة ذلك، لكن مؤشرات تظهر أن العرب والمسلمين في ميشيغان هذه المرة لا يميلون إلى التصويت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس جراء غضبهم من تعامل إدارة بايدن مع ملف الحرب في غزة، إلى الحد الذي جعل البعض يتوقع أن يصوتوا لمصلحة ترامب كإجراء عقابي للديمقراطيين، وبسبب تعهد ترامب المستمر بإنهاء الحرب حال فوزه. بحدود نصف العرب لن يصوتوا لكاملا هاريس، العرب عادة يصوتون الحزب الديمقراطي، بل سيصوتون لترامب بحدود 43% لصالح ترامب مقابل 42% لصالح كاملا هاريس. وبعيداً عن الحروب، تتباين اهتمامات العرب في هذه الانتخابات بين من يصوت لترامب بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وبين من يصوت لهاريس تخوفاً من خطاب ترامب باتجاه المهاجرين، الأمر الذي يضفي أهمية مضاعفة لأصوات العرب في هذه الانتخابات. سواء صوت الناخبون العرب لهاريس أو لترامب، إلا أن الثابت هنا أن هذه الكتلة تتمتع بأهمية كبرى لدى المرشحين لقدرتها على ترجيح كفة مرشح على الآخر. لقنوات أبوظبي، ميرو نجاء الدين، واشنطن.